صبر عيار. ايوه اهلا وسهلا بكم في صبر عيار. سلام. بجرب سمعتوا بك الامام اللي وقفوه على الخدمه قال لك في نابل ودار شنو؟ بجرب ما سمعتوش بها الفازه؟ والله امام قال لك اخش بها هاش البلاد. فكاهي قال كلام خايب في المسرح هبطوه، وامام قام قال كلام ربي عزله. ما قال لك شنو؟ قال لك وزير شؤون دينيه مشى صلى في نابل نهار راس العام الهجري. يا اخي تلاكش مع الامام. قال ما يرمي عليا في المعنى بكلام ربي. ما قال لك الامام كي صلى بهم والوزير وراه في الصف من دون 6236 ايه و113 سوره و60 حزب في القران، الامام ظل كام مش يقرا لهم؟ قال لك الايه 114 من سوره ال عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اتغش شكل وزير زمجر المقلم الامام هذا ما يكون كان نهضه ويرمي عليه في المعنى. علاش قالوا له سيد الوزير حشاك؟ قال من دون كلام ربي الكل ما لقى يقرا لي كان ايه تحكي على الانقلاب؟ هذا ما يكون كان نهضاوي مندس باعثين الجماعه باش ينبر عليا. وعزلوه فورا يا سيد الوزير. قالوا لهديه عايش كان الراجل قرا كلام ربي ما جاب شيء من عنده. لا قال يقصد في هاي مشاو الجماعه للامام قالوا له يا شيخ اش اسمع بجاه ربي شوف لنا ايه اخرى يا خويا وصلي بينا تنهار راس عام هجري بجاه ربي مفزلناش الجو برسمك. قالوا له يا شيخ شوف لنا ايات تتماشى مع فصل الدين عن السياسه يا اخي خويا راه وضع حساس ومش ناقصين توا الدوا في المغارب. برد شويه كلوزير ورجعوا الجماعه للصلاة. اقاموا الصلاه، كبر الامام، بدات الصلاه، قرا الفاتحه وبعدهم قرا لهم الايه 32 من سوره الروم، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وقف الصلاه، قال لهم الوزير اش تقصد وكانوا شيعا؟ تقصد قيس سعيد شيعي؟ والله قال له لا ما نعزك ونوريك. قال لك رمينا المعنى كيفاش داروا الامام. قال له يا سيد الوزير راهو كبط القران ما كانش ثم شيعه من اصله. كانوا شيعا يعني فرق لانه الشيعه في العربيه تعني الفرقه اللي تتبع افكار واراء زعيمها. اخوي قال له الوزير لازم تلعب لي على اعصابي. قال له انا بالسيف انا اخوي مش مصلي على ايات فاهم اسمي سياده الدوله. تحب سياده الدوله تحب هكا انت كلام ربي فوق روسنا مختار اياتي اختار اياتك عايشك. هاي دخل الوالي ودخل المعتمد وكلموا الامام. قالوا له ايش نقول لك اسمع يا ودي. قالوا له شوف ايات التوالى من العهد الجديد كي وسيب صالح اختارنا من المشاكل من يجيبهم. قالوا من الايات الامام نصلي بكم بالمرسوم 117 ولا كيفاه يا اخوي. قالوا له دبر راسك قال مونت امام المهم اختارنا من المشاكل بشهر ربي. رجعوا للصلاه. وكل وزير مش عاجبه الحال هكا وكذا وقفل الصلاه في الشعب. اقاموا الصلاه، كبر الامام، قرا الفاتحه وبعد قرا لهم الآية 11 من سورة صاد. جند من هنالك مهزوم من الأحزاب. ستوب، قال الوزير كوبي. هاي كوبي، قال كوبي والله راه صليت. قال لهم أنا اليوم يا قالوا له اش ثم سيد الوزير اش تقصد؟ قال له خويا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. خليني ما فهمش رسالة مشفرة هذه الأحزاب باش يتكتلوا ضد قيس سعيد ويهزموه. هذا حطم معنويات الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة. نقول العزل حتى مطلع الشمس. قال له عقابك أنت إذا تحبوا تهدوا مسار تونس الجديدة مندسين. تلمك المصلين بالإمام. يا ودي قالوا أخي عاملها بالعاني. يا ولدي قال لهم كلام ربي. قال لهم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب يعني أنه الكفار مهما تجندوا ضدك يا رسول الله مهزومين حتى كان تحزبوا يعني تلموا مع بعضهم لأنه التحزب هو التجمع من أجل هدف. طبص الوالي على الامام. قال له اسمعني ايش كل حاجه يا اخي انت لازم يا شيعا يا احزاب يا منقلبون ها ماكش حافظ كان ايات اللي تواتي جبهه الخلاص. تصرف. قال له يا شيخ لا يعزلوك ويعزلوني معاك النهار مبروك. قال برد الوزير شويه كاي ورجعوه للصف بالتحليح بجاه ربي سيد الوزير وكذا. اقاموا الصلاه، كبر الامام، بدات الصلاه، اقرا الامام الفاتحه من بعد سكت. هز الوزير عينيه للامام يتشحر عليه هكا. وكل الوالي والمعتمد العين في العين عندهم باش ينقذوا الوضوء من الفجع والمصلين من تالي يديهم على قلوبهم لا يدخل عليهم الجيش. هما كاكا وجبد الامام قرا لهم الايه 24 من سوره الحاقه. كلوا اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. حبس الضرب. قال الوزير وزوا الوزير جبته خرج من الصف. يا انا هو يا سيد الوزير. قالوا له اش ثم كلام ربي ما سمعتوش؟ قال الامام يطيش في الكلام على السياسه الماليه للدوله. يا ودي قالوا اش قال؟ قال بما اسلفتم في الايام الخاليه. سيد يرمي في المعنى اسلف نتاع الحكومه من صندوق النقد الدولي تحب نسكت؟ هذه باللازم. قالوا له ما نعزلوا وطز في المحكمه الاداريه.
ايش بدك الوالي والمعتم جبدوا الوزير على شيره وحطوا له شويه عصير وقفرات باش يبر الدم. قالوا له نحن رانا السيد الوزير انا حاسين بيك حاسين بولائك لتونس الجديده وحاول الله راه متروح معنا كيف رحام صلتوا عندي بيره تن ومشاو للليمان. قالوا له بر 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 يا شيخ يجعل منك شوف لنا يا خويا ايه ما فيها حد شيء يا خلت تتعدى هالركعتين على خير ونروح نار مبروك. شنو قال الليمان كرام ربي يا اخي باش تحبوني نصلي بالفصل الخامس بتاع الدستور مني باش نجيب. قالوا انا ايات على كيف الوزير يتصرف. قالوا الوالي تصرف شنو كلام ربي موجود بزايد. قالوا اي شنو غير انت قاتلت لك شراوة عدينا يا شيخ الليل على خير قوم بعث ونعملوا اجتماع على مستوى الولايه وتنظفوا الايات في عقلنا مع بعضنا. شوف تنظف كلام زايد الوالي عطى كلام ربي باش بدلوه. قالوا عدينا الليل وبعد يرحم ربي. اي رجع الوزير وهو تمسه من خشمه وتطلع روحه مسكين الوزير. وقت الامام يستحضر في القران اللي حفظه من الكتاب التو شماه هكا الوالي بحواجبه رجع له الامام هكا براسه نتاع تنى وثم كان خير سيد الوالي تخافش. اقام الصلاه كبر الامام بدات الصلاه قرا الفاتحه شمر الوزير على جبته حضر روحه للهجوم. هز الوالي عينيه للثريا اللي بتاع في السقف غاديك وقال يا ربي تستر. حتى المعتمد يده في جيبه حاضر في البرتابل باش يجبد ويطلب الحمايه كلحمت وغمض عينيه هك الامام تاع كل يسمع كان خلت خلي فين باش ترسي وقرا لهم الايه 48 من سوره الاعراف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم. ستوب قال الوزير كوبي وقف الضرب بالحرام. قالوا انا صليت انا اليوم يا سيد الوزير. قالوا اش قال زاد الراجل مش بتحد. قالوا لا قال احزاب لا انقلاب لا شيعه لا صندوق النقد الدولي ايش ايش لي يعني ايش عليه. قال ها نفهمها ما نعرفش المندسين هذوما سمعتوش كي قال ونادى اصحاب الاعراف عيناني الراجل يرمي في المعنى لقيس سعيد كي نادى الاتحاد الاعراف والاتكاء حب يعمل حوار وطني يا اخي الاتحاد كنتروه. قالوا الامام قالوا اصحاب الاعراف راه مش جماعه الاتكاء سيد الوزير هما جماعه اللي لا دخلوا لا للجنه لا للنار حسناتهم جات بالضبط كيك قد سيئاتهم بلاصتهم هي الاعراف وهي البلاصه اللي تفصل الجنه عن النار. مش مصلي قالوا الوزير تحب هكا ها يا تجيبوا لي امام اخر يصلي بينا الليله يا نكلم وزير الداخليه يعمل حركه نقل في الولايات المعتمدين. دارك المعتمد للوالي كتب صريح قال سيد الوالي برا صلي بينا انت خلي نخرج من عنق الزجاج دبر الروح. قال الوالي نمشي جيب انا. قالوا صور تاع الوزير تحب خذ انت يا سيد معتمد بزمام الامور. لا لا معتمد قال انا شاد في كحه تحب يقراوا علي الفاتحه. يا اخي دارو كي يلقى واحد قاعد من تالي هكا عيطوا له قالوا اسمع ايش قال حافظ انت كلام ربي. قال حافظ. قالوا له متحزب. قالوا لا تكنوقراط. اي مالك. قالوا له ايش ايش صلي بيني انت قدر علينا ربي كان قاعد يتروح تحطوك في بلاصه الامام وهو بتبعته باش يعزلوه. اي رجعك الوزير بسيدي وسيدك شد الصف وقفك الامام الجديد في المحراب اقاموا الصلاه كبر الامام قرا الفاتحه وجماع كلهم اطمانه كيرتاحوا ارتاحوا من الامام القديم ودار لهم الامام الجديد قرا لهم الايه 224 من سوره الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. صدق الله العظيم. وزك الوزير جبت وتم خارج. آية بسلامة قال يا سيد الوزير اش ثم شيء قال ثم كان الخير. آية اللي صار مبروك. الراجل يقول لي والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون هو يقول اش ثم. راجل يرمي في المعنى لقيس سعيد على خاطر مغروم بالشعر والمتنبي وابن القارح وكذا ويقول اش ثم سيد الوزير. ثم كان الخير قال تشوف ها ها عاملين عليا طرحة كلكم تشوف يا أخي من حينك الإمام عزلوه وجابوا إمام جديد عينوه والوالي خايف يطيروه والمعتمد يدعي باش يخطوه وعملوا اجتماع على مستوى الولاية على محتوى القرآن ربما يحيروه وأقيموا الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله ورشم له شكبه.